أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله علي أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال عن بيع التورق، يقول هل هو جائز في الإسلام وما صفته؟ مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أنها جائزة للحاجة، يحتاج الإنسان إلى نقود ولم يجد من يقرضه، فإنه يذهب إلى من عندهم سلع للتجارة، يشتري منهم سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها، ثم إذا حل الأجل يسدد للدائن إذا كان محتاجا ولم يجد من يقرضه، فيجوز لأجل الحاجة بهذين الشرطين: أولا أن تكون السلعة ملكا للبائع قبل العقد، ثانيا أن لا يبيعها على من باعها عليه، على من دينها له، أن يبيعها على غير، والثالث أن تكون لحاجة لا تندفع إلا بذلك. نعم.